السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في جولة النهاردة في سوق السيدة عائشة يوم الجمعة 20 أغسطس 2021، النهاردة كان النصيب الأكبر من بيع ولم العصافير كان الكوكتيل. أما بالنسبة للبادجي كانت العملية نازلة على الآخر خالص، يعني كانوا بيلموا البادجي الجوز ب60 جنيه الاستراليات العادية، اما الكوكتيل اللاتيني كان بيتلم على 400 بالنسبه للشغال، وبالنسبه للزغاليل كانت بتتلم من 350 ل 370. انا بعت النهارده الزغاليل بتاعتي بس اتخطفت مني على 370، اتخطفت مني يعني اتباعت بسرعه، اول ما نزلت الميكروباص كده شدوا القفص على طول مني. طيب اما بالنسبه للكوكتيل الالبينو كان البيع فيه النهاردة كان على 1800 ل 2000، لكن طبعا بالنسبة للم الألبينو محدش بيلم ألبينو كتير، يعني هو بيلموا اللاتينة والحبشي لإيزابيل، لكن اللاتينة من الألبينو منه عالي شوية، فده اللي بيشتريه الهواة. بالنسبة للرز برضو اللم بتاعه كان بطيء شوية، برضو كان بالنسبة سعره للهواة كان بيتراوح ما بين 350 ل 400. ودوت الريدرام كان طبعا اسعاره متفاوته، من جزء في منه ب 1500، في منه ب 4000. يعني شفت انا الجزء دوت هنا كان طالب في الفرده الواحده 1250 جنيه. تمام. اما بالنسبه هنا للزبره برضو كان ليها نصيب كبير في النهارده في لم العصافير، كان الزبره والكوكتيل. الزبره طبعا كان في منها بيتلم على 60 جنيه، وفي منها بيتلم على 80. طبعا احنا عارفين ان الزبره اكمن بتبقى منها تركيبات كتير، زي ما حضراتكم شايفين كده اللم كله كان معظمه هو عن الكوكتيل. لما كله النهارده كان التجار بيلموا كوكتيل، محدش النهارده كان بيلم ابدا بادجي الا قليل جدا. بالنسبه للزبره اهو ده هواء قاعدين بيه، ده مش بيع تجاري ولا حاجه، الناس قاعده بيه للبيع. الجوز كان بالنسبه للاورانجات على 150. اما طبعا الذره للبيع، طبعا العصافير بتاكل الذره، كان 6 ب 10، ولو انت هتاخد كتير كان بيقول لي 7 ب 10. حتى القطط كمان زي ما احنا شايفين كده، هنا كان جوز كان بيبيعهم ب 400 جنيه. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.